يبدو أن التلميحات والتصريحات الصادرة عن بعض أقطاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بشأن شكل ومضمون الرد الرسمي على وثيقة ممهدات الحوار التي قدمها المنتدى قد خلفت الكثير من الإيحاءات الدالة على توجه المعارضة نحو الإعلان عن مقاطعة الحوار. قصب السبق في استهجان الرد الحكومي حازه حزب تكتل القوى الديمقراطية، ثم تلاه تقييم حزب تواصل شبه المطابق لتصريحات قادة التكتل قبل أن يلتئم القطب السياسي لاحقا ويجمع على أن رد الحكومة كان سلبيا بامتياز، ويمثل إهانة لكرامة المنتدى بحسب تسريبات لأحد قياديي القطب في اجتماع عقده مؤخرا. القطب السياسي اعتبر أن الحكومة رفضت كل النقاط المهمة التي وردت في وثيقة الممهدات، وهو ما قد يعني بالنسبة له تراجعها عن موضوع الحوار وتخليها عن فكرته. أما قطب الشخصيات المستقلة فقد وجه لبقية أقطاب المنتدى تقييما سجل فيه امتعاضه من رد الحكومة الشفوي على الوثيقة المكتوبة، واستغرب رفض الطرف الحكومي التوقيع على اتفاق إطار يلزم الأطراف بفتح حوار جاد يضمن تطبيق ما يترتب عنه من اتفاق. وتبقى الأنظار معلقة باتجاه موقف قطب المجتمع المدني مما يجري على ساحة التحضير للحوار، بينما يرى مراقبون أن رؤية القطب النقابي لن يكون لها تأثير يذكر على موقف المنتدى من الحوار بسبب تعليق مشاركة القطب في المكتب التنفيذي الجديد على خلفية صراعاته البينية التي لما تحسم بعد.